ورجعنا تاني مشاهدينا، هنبدأ يومنا النهاردة وفقرة الصحافة كده على الصبح وانتوا بتشربوا القهوة بتاعتكم، تعرفوا مننا ايه هي الأخبار وأهم المنشطات الموجودة في الجرائد. هيكون معايا النهاردة منورنا في الاستوديو الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، هو الكاتب أحمد سامي متولي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين. وانت طيب؟ وانت طيب، متفائل ان شاء الله بالسنة الجديدة؟ أتمنى ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. في الاول استاذ احمد هنقول مع بعض الاخبار كلها للناس، نرجع نتكلم عن خبر خبر كده مع بعض. اوكي، الاهرام صفحه اولى، الاهرام بتقول تسليم السلطه 30 يونيو والمشير يطالب بضبط النفس لاقصى درجه لتفويت الفرصه على المغردين والماجورين. الاهرام صفحه واحد، المفتي يجري اتصالات للتهدئه قبل 25 يناير، الدعوة إلى مظاهرة رمزية اليوم لوحدة الصف. المصر اليوم صفحة أولى، أول حكم بالبراءة الجماعية في قضايا قتل المتظاهرين، المحكمة استعملنا الرأفة والضباط كانوا في حالة دفاع عن النفس وانهيار أهالي الضحايا. المصر اليوم صفحة أولى، العسكري يوافق على إجراء الشورى على مرحلتين والرئاسة في يوم واحد. الشروق صفحة أولى، دروع سلفية إخوانية لحماية الكنائس. الأهرام صفحة أولى أيضا، السويسي في قبضة العدالة بعد إحراقه المجمع العلمي. أما المصري اليوم صفحة أولى، الجيش والشرطة والنيابة تقتحم مقر 17 منظمة في قضية التمويل الأجنبي. الشروق صفحة أولى، مليونية لم الشمل تنجح في تفريق الشمل وتفشل في توحيد العباسية والتحرير. آخر خبر النهاردة في فقرة الصحافة هو المصري اليوم صفحة 3، الديب مبارك سيقضي فترة محاكمته على السرير ولن يدخل المحكمة واقفا أبدا. قلنا مع بعض الأخبار دلوقتي، بس هنروح الأول كده لتقرير صغير جدا مع الصحفي الموجود معانا الأستاذ أحمد، هنروح معاك ومع المشاهدين نشوف تقرير صغير كده عن أهم خبر لفت نظرك. حضر نفسك عشان هسألك السؤال ده بعد ما نرجع. هنروح المشاهدين نشوف التقرير ده وأهم خبر لفت نظرك في 2011 ونرجع مرة تانية. أهم خبر لفت نظري الأسبوع اللي فات، منشطة الأهرام لاسترداد حق المرأة بمظاهرات في ميدان التحرير. تبرع أحد مشايخ الدول الخليجية بالترميم أو التبرع لترميم المجمع العلمي وتزويده ببعض الكتب اللي هي تم فقدها في الحريق اللي هو الحادث في أحداث مجلس الوزراء. محاكمة مبارك، لأن احنا طبعا مستعجلين على المحاكمة، البلد مش واخد حقها ولا حد واخد حقه وكل حاجه واقفه، والمحاكمه دي ما كانتش تتم بسرعه البلد مش هتمشي صح. الفوز الاهلي على الاسماعيلي 1-0. خبر رفع الاجور اللي هو معاش الضمان الاجتماعي للدكتور كمال الجنزوري من 160 جنيه ل 200 جنيه. اعاده ترميم المجمع العلمي. جمعه لم الشمل. اعاده ترميم المجمع العلمي. محاكمه مبارك. المجمع العلمي ان شاء الله، يعني اعاده ترميمه ده حاجه كويسه جدا وحاجه هتبسط الناس قوي. يعني اكتر خبر لفت نظري اللي هو موضوع الامن، ان هم كل يوميا بنرى ان في بيمسكوا بيعملوا حملات ويمسكوا اسلحه هنا وبلطجيه هنا وعصابات هنا، فدي احلى حاجه يعني الواحد بيسمعها من دون بدا الامن يرجع للشارع المصري. محاكمه مبارك بالامس بعد 83 يوم او فتره كبيره جدا من التوقف يعني بسبب قضيه رد المحاكمه. يعني الناس عندها كم أخبار كتير جدا لفت نظرهم الأخبار دي كلها في 2011، كان محورها كان المجمع العلمي وإعادة ترميمه وتزويده بالكتب اللي كانت اتحرقت في الحريق اللي حصل في المجمع العلمي. هرجع للأستاذ أحمد وتقولي بقى أهم خبر لفت نظرك، أو يعني نعرف أنهم أكيد كتير بما أنك صحفي يعني، بس ممكن أسألك مثلا عن خبر منهم الأسبوع ده اللي مثلا عشان نبقى فاكرين مثلا أهم خبر. أنا شايف استئناف محاكمة الرئيس مبارك والعدلي ومساعديه وأولاد الرئيس المبارك. شفنا إحنا جزء من المحاكمة دي أو وهم برضو خارجين، وبرضو علاء مصر مش عارفة ليه حط إيده عندك، مش عارفة ليه بجد يعني أخوه بيمشي عادي. طيب نرجع كده للأخبار بتاعتنا، وأول خبر في الأهرام تسليم السلطة 30 يونيو والمشير يطالب بضبط النفس لأقصى درجة لتفويت الفرصة على المغردين والمأجورين. والله كلام سليم جدا. تمام، ده كان امبارح في لقاء المشير مع قيادات الجيش الثاني، وهو بيوجه لهم هم الرسالة لضبط النفس، يعني مش ضبط النفس للشارع نفسه، لا ضبط النفس للضباط وقيادات ضباط الجيش في التعامل مع المواطنين.
وبيقول ان الخريطة الطريق اللي حاططها الجيش هتمشي في مواعيدها وهتسلم السلطة قبل 30 يوليو، يعني ده الميعاد الديدلاين بتاعها 30 يوليو، وممكن تبقى قبل كده طبعا، يعني ده حد اقصى. انا شايف ان هي كانت في رسالة طمأنة من المشير ان الجيش هيبتدي يعود للتلاحم مع الشعب مرة تانية. من كلامه عايزين نعلي المصلحة العامة، وعايزين روح ثورة يناير تعود تاني وتلتئم الجراح اللي تمت اللي اتفتحت في الفترة الأخيرة الأسبوع الأخير. لازم بالتأكيد، ولازم نبدي النية السليمة بدل ما نبدي نيات سيئة وفي الآخر يحصل تصادم بين الشعب وبين السلطة وبين أو حتى الشعب والشعب زي ما بنشوف برضو في الفترة الأخيرة. يعني لو رحنا للأهرام أيضا صفحة أولى هنلاقي أن المفتي يجري اتصالات للتهدئة قبل 25 يناير، وكان في الدعوة إلى مظاهرة رمزية اليوم لوحدة الصف. بالنسبة للدعوة يعني، طب خليني أول أخد رأيك في الخبر نفسه وبعدين نروح للدعوة لمظاهرة رمزية اليوم. هو الخبر من شقين، يعني هو الخبر من شق المظاهرة بتاعت النهاردة والشق طبعا والشق المفتي بيدعو. هي الدعوة دي موجهة للقوى الإسلامية الموجودة في الشارع دلوقتي، إن احنا نقعد مع بعض ونهدأ ونتفق. القوى الإسلامية نفسها مش متفقة مع بعض، فده نتفق مع بعض الأول ونتفق مع المجتمع بصفة عامة. فهو دعا ليها وقال ممكن تحددوا اي وقت وانا مستعد اقعد مع جميع التيارات، ومتهيألي هو الوحيد هو او شيخ الازهر اللي ممكن يعملوا هذه المبادره. يعني اكيد بالتاكيد. بالنسبه بقى للدعوه لمظاهره رمزيه اليوم لوحده الصف، تمام. الدعوه ديت توجهت من حوالي 3-4 ايام. هي دعوه كانت غريبه شويه، هي بقت يعني زي ما الشروق قايله برضو في خبر من الاخبار ان هي جمعه لم الشمل دي هتبقى تفريق الشمل. تعال نضم طب الخبرين لبعض، ان الشروق بتقول برضو مليونيه لم الشمل تنجح في تفريق الشمل وتفشل في توحيد العباسيه والتحرير. مين هم بقى الجماعه او الناس اللي راحوا يعملوا النهارده لم الشمل وفشلوا فشل ذريع؟ ائتلاف اسمه ائتلاف القوى الوطنيه، ده يعني معرفش هو ائتلاف كان غريب كده طلع مره واحده بيجمع بعض الحركات والاحزاب وكده، وقالوا ان احنا بنمثل العباسيه وفي مننا ممثلين للتحرير. للاسف الاثنين اتبرأوا، الجانب بتاع العباسيه الاغلبيه الصامته، ائتلاف الاغلبيه الصامته تبرأ وقال انا ماليش علاقه خالص بالموضوع دوت وانا مش هنزل التحرير ولا هنزل العباسيه حتى النهارده. ونفس الناحيه الثانيه برضو القوى السياسيه اللي هي مثلها مثلا اتحاد شباب الثوره وائتلاف شباب الثوره وحركة 6 ابريل كلها قالت برضو انا ماليش دعوة بالدعوة دي، الدعوة دي مشبوهة وانا مش هنزل النهاردة التحرير. فياريت الكلام يكون مظبوط، يبقى في لا تحرير ولا عباسية النهاردة. طب بس والله يعني بدأ في يبقى في وعي انه ممكن يبقوا يشكوا ان الناس دي تعمل حاجة يمين ولا شمال، فحبوا ان هم يتملصوا منها وكمان ما يحضروش القصه يعني. تاني دي ستيب فورورد لقدام، يعني الناس ما تجريش ورا اي حد. هو الخلاف واسع ما بين الجهتين، الخلاف واسع ما بين الجهتين، وان هو يتلم الشمل كده بكلمه بدعوه يعني الموضوع محتاج مبادرات اكتر. موضوع ان احنا نهدى شويه، يعني دي ممكن دي لم الشمل ان احنا نهدى شويه، لكن لسه ما زال في برضو بعض الحركات هتنزل ميدان التحرير النهارده. شايف اتحاد شباب ماسبيرو وحزب الاصلاح والعداله، يعني في كذا جهه برضه هتنزل ميدان التحرير، بس مش الائتلافات الاساسيه اللي بتنزل كل اسبوع. دي هتبقى اخر الجمعة. قبل اخر جمعه 2011، وبعدين بيقولوا برضه اخر جمعه مفيش حاجه هتتعمل قبل مجلس قبل يوم 25 يناير. يعني فلسطينيين 25 يناير، وفي بكره في احتفاليه راس السنه واقفه بالشموع والملابس السوداء في ميدان التحرير، احتفاليه مسائيه بقى يعني. بكره ان شاء الله اخر السنه خالص يعني. تمام. ده كده احنا كده خلصنا الخبر بتاع تمام بتاع الشروق، بس هنرجع بقى لمصر اليوم فوق صفحه واحد. اول حكم بالبراءه الجماعيه في قضايا قتل المتظاهرين، والمحكمه بتقول استعملنا الرأفه والضباط كانوا في حاله دفاع عن النفس وانهيار، وبقى يعني طبعا طبقا لده انهار اهالي الضحايا. تمام. رايك ايه في الموضوع ده؟ أنا رأيي إن أهالي الضحايا طبعا لهم حق طبعا في الانهيار، لهم حق في إن هم يصبوا جم غضبهم على المحكمة ممكن برضو، لكن هم أمامهم طرق تانية ولسه في نقد ولسه في حاجات تانية. وطبعا الحكم دوت برضو أثار عدد من المتظاهرين التحرير، وقالوا إن هم هينزلوا بكرة الساعة 12 في وقفة احتجاجية في ميدان التحرير. لكن هو طبعا إحنا لازم نفرق ما بين الشهداء الحقيقيين واللي هاجموا الاقسام. يعني اللي هاجموا الاقسام بالنسبه لضباط الشرطه اللي تعاملوا معاهم، دول تعاملوا معاهم من يعني بيدافعوا فعلا، ده دفاع عن النفس وده القانون بيتيحوا ليهم وبيلزمهم بيه كمان، مش بيتيحوا ليهم بس،
ده هو ملزم ان هو يدافع عن الاسم اللي هو قاعد فيه، ولازم يدافع عن نفسه في نفس الوقت، والشرع كمان بيتيحوا ليهم يعني من ناحيتين. ففي اتنين طلعوا براءة على طول، يعني ما كانش في اي مشكلة بالنسبة لهم من الضباط، وفي اتنين تانيين المحكمة استعملت الرأفة معهم، اللي هو استعملنا الرأفة مع الضباط التانيين، يعني هم قالوا هم كانوا في حالة دفاع عن النفس. والقضاء لسه شغال، ويعني في مراحل القضاء تانية. هل في اثباتات؟ هل في ورق طلع بيثبت الكلام اللي هم قدموه للمحكمة؟ ما هو ما فيش يعني قاضي يقدر يحكم، أو مفيش قاضي يقدر يحكم إلا يعني يحكم مثلا يدين ضابط مثلا تعامل أو قتل متظاهر أو كده، إلا إذا ثبت إن يعني باليقين كده إن الضابط ده فلان الفلاني قتل فلان الفلاني بالاسم، وكان في شهود شافوه إن هو ضربه، وفي حاجة ما بينهم يعني، أو في تعامل ما بينهم، لكن من الواضح ان امام هيئه المحكمه ما شافتش. طب ده يخلي بقى لاهل الضحايا يحصل لهم انهيار، انه ما فيش اثبات باليقين زي ما حضرتك قلت، فهم يعني في صعوبه، في صعوبه طبعا لاثبات أكيد. اي اكيد في صعوبه على المحكمه واتهام اي حد، او ان هم يجرموا اي ضابط، الا اذا كان في حاجات بقى في المظاهرات العاديه، دي حاجه ثانيه يعني، ده شق وده شق. خلينا في الهجم والاقسام، ده شق تاني، ولازم نبتدي نتقبل هذا الوضع. ده اول حكم، لسه في احكام كتير 30 اسم مثلا تانيين، فانا متوقع ان ان ان, إن معظمها هيسير على نفس المنوال ده. أيوة. بس لسه في طبعا زي ما قلت الطعن، فناخد اجراءات الطعن وما نقولش بقى احنا هنروح ناخد حقنا بايدينا وكده، لسه عندنا اجراءات تانية. مظبوط. لا لسه المشوار يعني طويل، عايزين نفسنا يبقى اطول من كده يا جماعه علشان الدنيا تمشي. المصري اليوم العسكري يوافق على اجراء الشورى على مرحلتين والرئاسة في يوم واحد. ده كان الاقتراح اللي اتحط. لكن الاقتراح اللي كان وضعه المجلس الاستشاري علشان تقليل وتقريب المدة بتاعت الشورى والرئاسة، الفترة الانتقالية يعني نقربها مدة 3-4 أسابيع، مدة شهر زيادة. الشورى فعلا مش محتاجة أكتر من مرحلتين، وممكن كمان تعمل في مرحلة واحدة، لأن عدد الدوائر كتير مش زي الشعب، عدد الدوائر قليل في الشورى، أقل من الشعب. عدد المرشحين برضو أقل من الشعب، يمكن تلت المرشحين اللي في الشعب، فمش محتاجة فعلا أكتر من مرحلتين، وبرضو بيبقى فيها 3 مراحل إرهاق للقضاء والهيئات القضائية كلها. الرئاسة على يوم واحد ده طبيعي، لازم تتم في يوم واحد، لأن أنا عندي أن أنا أقدر أخش أي لجنة، الجمهورية كلها لجنة واحدة، أنا ممكن أبقى في حتة وافد أسجل أن أنا وافد وأخش أنتخب في دايرة مش دايرتي، فما فيهاش اي مشكله خالص ان هي ممكن هتبقى اسهل بكتير من انتخابات مجلس الشعب. هتبقى زي يعني. هتبقى زي الاستفتاء بتاع 19 مارس اللي حصل على هيبقى زي الاستفتاء، وكلها في طوابير برضه وفي تكدس وكل حاجه، بس هتبقى الموضوع سهل شويه. وبعدين انا يعني مش هخش واقعد اسال على اللجنه بتاعتي واشوف هي فين، وكل واحد رايح على اسم محدد كمان، مش عنده بقى قايمه وفردي واختار من 130 واحد، فهتبقى الموضوع سهل قوي. فهي يوم واحد بأمر محمود يعني. الشروق مكتوب فيها في الصفحة الأولى دروع سلفية إخوانية لحماية الكنائس، وبتهيألي ده بقى أحلى خبر موجود النهاردة. جميل بصراحة، والدعوة دي بقى لها حوالي 3 أيام بتتداول، لأنه السنة اللي فاتت بدأت بكارثة إنسانية كبيرة جدا، بعد يعني بداية رأس السنة بدقائق يعني كانت كنيسة القديسين، و حاجة توجع القلب بجد لما تبقى الناس رايحة بتحتفل ورايحة كنايس ويحصل حاجة زي دي، يعني طبعاً. شيء مهين للبشرية طبعا. وبعدين بس هو طبعا أنا يعني حزنت صباحا وأنا بقرأ أخبار كانت امبارح بالليل في أسيوط، برضو في اشتباكات ما بين مسلمين وقباط وكده، نتمنى أن تتلم الشمل بسرعة قبل الأعياد، قبل الأعياد وكده، في أسيوط الوضع ما كانش كويس. ليه بيحصل المشاكل دي قبل رأس السنة أو قبل الأعياد؟ أنا شايف أن هي تعصب، يعني تعصب. إيه فكرة شاب التعصب؟ مسيحي طول النهار يعني، حتى ما طول الوقت بيكون في أعياد للمسيحيين، اشمعنى يعني ليه أعياد الكريسماس ولا أعياد رأس السنة؟ هي برحك هي ممكن تعصب السنة يعني من الجهتين، ساعات بتحصل وتعنت في نفس الوقت، لكن الموضوع يتلم، حد اساء لحد التاني، هو ده لازم يتلم في البدايه، حد يطلع يعتذر، حد يطلع يعتذر سواء من الكنيسه او من الجانب الاسلامي، وتخلص الموضوع ان شاء الله، يتلم يعني ان شاء الله. اخر خبر، تعال نروح لمصر اليوم. الديب مبارك سيقضي فتره محاكمته على السرير ولن يدخل المحكمه واقفا ابدا. ده بيأكد إيه بقى بيأكد تدهور صحة الرئيس السابق طبعا.
هو دي في تفاصيل الخبر بيقول انا كان نفسي اشوف مبارك وهو داخل على المحكمه داخل زي الاسد، فمن الواضح ان المشهد ده مش هنشوفه يعني في الفتره اللي فاتت ديت، سواء الناس بتقول ان هو الرئيس مبارك الرئيس السابق مبارك بيدعي للتمثيل او كده بيدعي المرض او مش بيدعي، من الواضح ان هو مش هيقدر برضه يخش بصحته بتاع أكيد. زمان او ب او بالقوه بتاعته بتاع زمان بعد الانكسار اللي لا حصل اكيد خوف، الخوف والرهبه والموقف ده لا يمكن طبعا الهيبه بتاعته كمان بالنسبه للناس من المصريين كتير قوي كده. كده عندنا خبر بقى واحد، السويسي في قبضه العداله بعد احراقه المجمع العلمي. السويسي اللي اتمسك واتحط قدامه مسؤوليه احراق المجمع العلمي مع بعض الافراد. ده واحد من الناس اللي شفناهم في التلفزيون كان بيرتدي جاكيت ازرق وطاقيه زرقاء كده على راسه، مش اللي كان بيرقص لابس احمر وكان بيرقص، هو واحد منهم واتمسك امبارح وقال ان هو او ارشد بالفعل عن بقيه زملائه. طبعا في ناس كتير كانت اتمسكوا قبل كده بس دول المحركين الاساسيين السويسي واثنين ثلاثه من زملائه. هنعرف برضو اكيد تفاصيل اكتر لسه لما تحصل بقى محاكمات ويحصل برضو تفاصيل كتيره لما يبداوا، هم هو دلوقتي خلاص في قبضه العداله فلسه هيحصل كلام كتير جدا ونعرف حاجات كتير اكتر عن الموضوع ده، مين اللي وراه وهو ازاي دبر القصه وحصلت ازاي. كده بنبقى خلصنا فقره الصحافه بتاعتنا استاذ احمد، وبشكرك جدا على وجودك معانا النهارده وكل سنه وحضرتك طيب. وانت صح سلام. مشاهدينا بكده تكون فقره الصحافه النهارده خلصت، واخبارنا المهمه اللي في الجرائد قلناها لكم واتكلمنا عنها مع الاستاذ احمد سامي متولي الصحفي بجريده الاهرام النهارده، اتكلمنا عن الاخبار واحده واحده وهنروح لفاصل صغير جدا نرجع بيه مره تانية نكمل باقي فقراتنا في نهارك سعيد.